كان اختراعه للقاذفة المدفعية الأوتوماتيكية من أهم المنجزات العسكرية للجيش الأحمر التي أسهمت في نجاح السوفييت في معارك كبرى كالحرب الفنلندية والحرب الوطنية العظمى. وبعد أن أصبحت له مكانة كبيرة لدى مسؤولي بلاده، تحول من بطل يحمل وساماً إلى خائن يرمى بالرصاص. فما قصة ياكوف توبين مصمم الأسلحة الروسي؟ ولد ياكوف غريغوريفيتش توبين في بيلاروسيا، ويعتقد أنه في عام 1900 اضطر إلى ترك المدرسة بعد وفاة والده ليصبح عاملاً. وفي عام 1929 التحق توبين بأكاديمية أوديسا لتكنولوجيا الأغذية. أثناء تدريب عسكري بالأكاديمية تعرف على قاذفات القنابل اليدوية التي وجد أن بإمكان هذه الأداة العسكرية أن تكون أكثر تطوراً، فتجرأ وأخبر مدربيه بذلك، ثم تطوع لمهمة تصميم قنبلة أوتوماتيكية. في خريف عام 1931 أنجز تصميماً استخدمت فيه قنبلة بندقية عادية، وأرسله إلى قيادة مدفعية الجيش الأحمر التي حولتها بدورها لمصنع المعدات. لاحقاً نقل توبين إلى موسكو لمكتب تصميم تابع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية، حيث طور أول قاذفة قنابل آلية للمشاة بالعالم. كان النموذج الأولي لقاذفة القنابل AGL عيار 40.6 مليمترات قادراً على إطلاق رشقات نارية فردية بشكل مباشر أو بمسار علوي بمعدل 436 طلقة في الدقيقة ومدى 1250 متراً، كما تم تثبيت القاذفة على حامل ثلاثي القوائم قبل أن يستبدل لاحقاً بقاذفة مشاة خفيفة على عجلات. أصبح توبين مصمماً عسكرياً ذا قيمة يزوره كبار المسؤولين بالاتحاد السوفيتي، كما حظي بدعم النائب الأول لمفوض الدفاع ميخائيل توخاتشيفسكي الذي كان خبيراً عسكرياً داعماً لإصلاح القوات المسلحة، لكنه قتل عام 1937 وترك مكانه لخصمه غريغوري كوليك الذي تولى لاحقاً رئاسة مديرية المدفعية في الجيش الأحمر، وانتقد بشدة جميع مشروعات سلفه بما في ذلك مدفعية AGL. استخدم نظام المدفعية الخاص بتوبن بشكل فعال في الحرب السوفيتية الفنلندية، وتم إنتاج كمية جيدة منه للأسطول العسكري، لكن العمل عليه توقف بسبب الإدارة الجديدة. بفضل تصميمه العديد من المشروعات العسكرية، حصل توبين على وسام لينين لتطوير أسلحة جديدة التي كان من بينها مدفع طائرة 6MP عيار 23 ملمتراً ومدفع الطيران 37NS الذي لعب دوراً أساسياً خلال الحرب الوطنية العظمى. رغم منجزاته، اتهم توبين بأنه لم يكمل مهمته في الوقت المحدد وبالتخطيط لإنتاج أسلحة غير مكتملة تقنياً وغير مرضية، وتم إطلاق النار عليه دون محاكمة في عام 1941، وحيث رميت جثته دفن مفهوم قاذفة القنابل الآلية، إلى أن استخدم الأمريكيون قاذفة القنابل الأوتوماتيكية في الحرب الفيتنامية. حينها قرر السوفييت إعادة الاختراع إلى الإنتاج بعد نحو 25 عاماً من إنكار جهد توبين ووضع منجزاته على الأرفف.